يا نفس هذا منزل الأحباب، فانسي عذابك في النوى وعذابي، وتهللي كالفجر في هذا الحمى، وتألقي كالخمر في الأكواب، ولتمسح البشرى دموعك مثلما يمحو الصباح ندى عن الأعشاب. واسترجعي واسترجعي عهد البشاشة والرضا، فالدهر عاد تضاحكا وتصابي. أنا بين أصحابي الذين أحبهم، ما أجمل الدنيا مع الأصحاب. أنا بين أصحابي الذين أحبهم، ما أجمل الدنيا مع الأصحاب. قد كنت مثل الطائر المحبوس في قفص، ومثل النجم خلف ضبابي، يمتد في جنح الظلام تأوه، ويطول في أذن الزمان عتابي. وأهز أقلامي فترشح حدة وأسا، ويندب الدموع كتابي. حتى لقيتكم فبت كأنني لمسرة استرجعت عصر شبابي. ليس التعبد أن تبيت على الطوى وتروح في خرق من الأسواب، لكنه إنقاذ نفس معذب من ربطة الألام والأوصاب. ليس التعبد عزلة وتنسكا في الدير أو في القفر أو في الغاب، لكنه ضبط الهوى في عالم فيه الغواية جمة الأسباب، وحبائل الشيطان في جنباته، والمال فيه أعظم الأرباب. هذا هو الرأي الصواب وغيره، مهما حلا للناس غير صواب. هذا هو الرأي الصواب وغيره، مهما حلا للناس غير صواب. يا نفس هذا منزل الأحباب، فانسي عذابك في النوى وعذابي، وتهللي كالفجر في هذا الحمى، وتألقي كالخمر في الأكواب، ولتمسح البشرى دموعك مثلما يمحو الصباح ندى عن الأعشاب. واسترجعي واسترجعي عهد البشاشة والرضا، الدهر عاد تضاحكا وتصابي. أنا بين أصحابي الذين أحبهم، ما أجمل الدنيا مع الأصحاب. أنا بين أصحابي الذين أحبهم، ما أجمل الدنيا مع الأصحاب. قد كنت مثل الطائر المحبوس في قفص، ومثل النجم خلف ضبابي، يمتد في جنح الظلام تأوه، ويطول في أذن الزمان عتابي. وأهز أقلامي فترشح حدة وأسا، ويندب الدموع كتابي. حتى لقيتكم فبت كأنني لمسرة استرجعت عصر شبابي. ليس التعبد أن تبيت على الطوى وتروح في خرق من الأسواب، لكنه إنقاذ نفس معذب من ربطة الألام والأوصاب. ليس التعبد عزلة وتنسكا في الدير أو في القفر أو في الغاب، لكنه ضبط الهوى في عالم فيه الغواية جمة الأسباب، وحبائل الشيطان في جنباته، والمال فيه أعظم الأرباب. هذا هو الرأي الصواب وغيره، مهما حلا للناس غير صواب. هذا هو الرأي الصواب وغيره، مهما حلا للناس غير صواب.